السلام عليكم مشاهدينا الكرام من باب العمود في مدينة القدس، والحديث عن سياسة الإبعاد يستهدف فيها الاحتلال رواد المسجد الأقصى المبارك. ومعنا هنا السيدة هنادي الحلواني والمبعدة عن المسجد الأقصى المبارك منذ 4 أشهر، ولكنه ليس الإبعاد الأول والذي سيستمر، هذا الإبعاد الأخير الذي سلمت إياه حتى ستة أشهر. السلام عليكم ويعطيك ألف عافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، يعني سياسة ظالمة بحق رواد المسجد الأقصى المبارك، وأنت عانيتي منها الكثير. هو 4 أشهر ولكنه ليس الأول، تخبرينا عن هذه السياسة ومنذ متى أنت مبعدة عن المسجد الأقصى المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هذا قرار الإبعاد الأخير اللي هو كان مدته 6 أشهر، وكنت قبلها بأيام فقط قد دخلت للمسجد الأقصى بعد إبعاد دام لمدة سنة وشهرين ونصف. لم أدخل المسجد الأقصى المبارك، دخلت لمدة 5 أيام وأبعدت إبعادا جديدا لمدة 6 أشهر، وقبلها 9 أشهر، وقبلها 1 سنة و3 أشهر، وقبلها. إذ أنا مجموع إبعاداتي عن المسجد الأقصى ما يقارب 7 سنوات، يعني أكثر من 2000 يوم أبعدت عن المسجد الأقصى. ولكن شهر رمضان تحديدا، يعني مر علي من خلال الإبعادات هاي هذا الرمضان الرابع الذي بشكل متوالي يعني متواصل لم أدخل للمسجد الأقصى، لا في شهر رمضان ولا في العيد ولا في عيد الأضحى ولا عيد الفطر، ولم أشارك أولادي ولا زوجي ولا أهلي لا فرحة رمضان في المسجد الأقصى ولا فرحة العيد. يعني تحدثت عن ما يقارب 7 سنوات وأنت لم تستطيع دخول المسجد الأقصى المبارك، يعني مثل ما تحدثت أكثر من 2000 يوم، يعني ونحن الآن نقف في منطقة باب العمود التي لا تفصلنا سوى بضعة أمتار عن المسجد الأقصى المبارك. نعلم أن باب العمود من الأبواب الرئيسية المؤدية للبلدة القديمة وأيضا للمسجد الأقصى المبارك. ربما يعني شهر رمضان هو شهر مميز بتوافد المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة، وخاصة من زوار المدينة المقدسة. عن هذه صعوبة الشعور التي تشعرين بها في كل شهر رمضان وفي كل حتى الأيام بشكل عام الماضية التي مرت عليك. والله صحيح أنا أقرب باب العمود، ولكن بيتي حتى أقرب من باب العمود إلى المسجد الأقصى. أسمع صلاة العشاء، أسمع الأذان من بيتي، أرى الناس تضع سياراتها باب بيتي، أرى الناس تحمل سجادة الصلاة وتمشي وتتوجه إلى الصلاة وأنا مبعد عن المسجد الأقصى. خاصة في هذه الأجواء تشعرين بقساوة ومرارة الإبعاد في شهر رمضان بالذات تحديدا، يعني طيلة أيام السنة نحن نشعر بالظلم، نشعر بمرارة الإبعاد، ولكن في شهر رمضان تحديدا المسلمين يأتون من كل مكان إلى المسجد الأقصى. أهل الضفة من يستطيع الدخول إلى المسجد الأقصى يأتي إلى هذا المكان تحديدا، أهل الداخل الفلسطيني يضعون حافلاتهم أمام باب بيتي، الجميع يأتي إلى المسجد الأقصى ويتمنى ويحلم في هذه الأيام ليأتي للمسجد الأقصى في هذه الأيام. وأنا ابنة القدس وابنة وادي الجوز القريبة من المسجد الأقصى التي تبعد فقط 1 كيلومتر عن المسجد الأقصى، لا أستطيع دخول المسجد الأقصى بقرارات احتلالية، بقرارات ظلم تتوالى القرار تلو الآخر بمنعي من المسجد الأقصى وأنا صاحبة الحق في الدخول إليه. نعم. نتحدث عن هذه القرارات، هل هي قرارات قانونية؟ يعني ما هي حجة الاحتلال بحسب القوانين الاحتلال طبعا، كيف يعني يفرض احتلال هذه القوانين أو هذا الإبعاد على المقدسي؟ وأيضا يعني كيف الحجة التي يستخدمها الاحتلال وكيف تردون عليها؟ يعني هي قرارات ظالمة إدارية لا تستدعي أي حجة، لا تستدعي أي تهمة حتى تعاقب عليها. والدليل على ذلك عندما أبعد المرة تلو المرة دون تحقيق أو دون أي فعل أو حتى دون أن أدخل للمسجد الأقصى ولا لساعة واحدة ولا لدقيقة واحدة، هذا يدلل على أن الاحتلال يعني يعطي هذه القرارات ظلما، وهي قرارات إدارية كما قلت لك. السبع سنوات الأخيرة معظم القرارات التي تسلمتها إدارية، يعني دون أي تحقيق، مجرد أن يقول لك ما يدعى قائد لواء منطقة القدس بأن لديه ملفا سريا، هذا الملف لا تستطيعين الاطلاع عليه لا أنت ولا المحامي، ويقول بأنه بناء على هذا الملف أنت ممنوعة من دخول المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر. ولو كان بإمكانهم أن يبعدوني أكثر من 6 أشهر أو أن هنالك في القانون قرارا إداريا أكثر من 6 أشهر لا أبعدوني عنه، فيقوموا بتمديد هذا الإبعاد مرة تلو الأخرى، 6 أشهر تلو 6 أشهر تلو 6 أشهر، ليصبح لسنوات وأنا لم أدخل المسجد الأقصى أو مجموع ما لم أدخل من المسجد الأقصى لسنوات. يعني بعد كل انتهاء إبعاد أنت معرضة لاستدعاء من قبل قوات الاحتلال ومخابراته لتجديد هذا الإبعاد، هناك يعني تخبرنا عن هذه التوقعات وأيضا تخبرنا عن الفترة التي يعني ما بين
الإبعاد والإبعاد ودخولك للمسجد الأقصى؟ ربما أنها أيام قليلة، ولكن كيف يكون وضعك في هذه الحالات ويعني في دخولك للمسجد الأقصى؟ والله حتى وأنا مبعد عن المسجد الأقصى يتم اعتقالي كلما حدث حدث معين أو مناسبة معينة أو عيد من أعياد الاحتلال، يقوم باعتقالي فورا وأنا حتى مبعد عن المسجد الأقصى، ويقوم بإبعادي فورا عن البلدة القديمة، وكأنه يعني يريد أن يزيد في الظلم فيبعدني عن البلدة القديمة، أو يقوم بحبس منزلي لي أو بدفع غرامة مالية أو كفالة مالية أو ما إلى ذلك، حتى وأنا مبعد عن المسجد الأقصى. يقتحم بيتي، يعني في العام 2020 تم اقتحام بيتي أكثر من 4 مرات، تم اعتقالي أكثر من 5 مرات وأنا مبعدة أصلا من المسجد الأقصى، يعني لم أدخل المسجد الأقصى ولا ليوم واحد ولا لساعة واحدة، مبعدة بقرارات إدارية. الفترة التي دخلتها بعد الإبعاد الأخير يعني في نهاية شهر 12 هي كانت مدتها 5 أيام، يعني عدت إلى جنتي، عدت إلى يعني أجمل مكان وإلى جنة الله على الأرض. كانت أيام قليلة ولكن بساعات معدودة، ولكن بالنسبة لي كانت أيام في الجنة، عشتها لأيام قليلة، ولكن الاحتلال حرمني مجددا من هذه الجنة، هو لا يريد حتى أن أكون سعيدة في هذا المكان، فأبعدني بقرار ظالم واعتقلني خلال تلك الفترة يعني لمرتين، وقد أصبت بالكورونا في ذات الوقت، يعني لم أستطع تسلم القرار الأخير، فتم الاعتداء علي واعتقالي مرة أخرى بحجة أنني لم أذهب لتسلم قرار الإبعاد، وأبعدت 6 أشهر أخرى عن المسجد الأقصى المبارك. هذا القرار ليس الأخير، ويعني طالما هنالك احتلال فلن أعتبر أن هذا القرار هو القرار الأخير، ولكني على يقين بأن الاحتلال وقرارات الظالمة ستنتهي قريبا بإذن الله. تحدثت عن اعتقالات، عن اقتحام لمنزلك واعتداءات عليك أيضا، يعني جميع هذه كل ما تتعرضين له من انتهاكات من قبل الاحتلال وإبعادك عن المسجد الأقصى المبارك، يعني كيف يعني تردين على الاحتلال، وإن هل هذا يكسر من عزيمة المقدسي ويكسر من عزيمة هنادي الحلواني؟ والله أنا سعيدة بالرغم من مرارة الإبعاد، ولكني سعيدة بأني أقهر هذا المحتل، سعيدة بأن هذا المحتل يرى في امرأة قوية يعني تحمل سلاح يعني ليس سلاحا ماديا عاديا كالذي يحمل هذا المحتل، وإنما سلاح بإيماني بوطني، بإيماني بعقيدتي، بإيماني بحق الراسخ في هذا البلد وحق الراسخ في المسجد الأقصى، وبدفاعي الحق عن هذا البلد وعن مسجدي وعن عقيدتي. لذلك أرى بأن هذا المحتل كلما اغتاظ مني كلما يعني أمعن في قرار وفي ظلمه وفي اعتداءاته وفي انتهاكاته علي، وبالتالي يعني سعيدة جدا بأني أقلق الاحتلال، سعيدة جدا بأن اسمي يرد في محاكم الاحتلال وفي غرف التحقيق وفي زنازين التحقيق، سعيدة جدا بأننا نؤلم هذا المحتل، لذلك يمعن في سياسته لنا، وكما قلت لك الاحتلال زائل لا محالة، وقريبا سيزول الاحتلال، وبإذن الله سنصلي في العام القادم في المسجد الأقصى صلاة التراويح وصلاة الفتح وصلاة العيد إن شاء الله. إن شاء الله، الله كريم. يعني وأيضا هو حق من حقوق كل مسلم أن يتواجد في المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الأقصى هو للمسلمين وحدهم بأمر من رب العالمين. يعني أيضا لو نشير على ما تقومي به في هذه الفترة، خاصة في فترة رمضان، كيف تقضي وقتك أيضا خاصة في فترة صلاة التراويح، وأيضا يعني جميع الصلوات، أين تتواجدين، كيف هو حالك في شهر رمضان المبارك؟ يعني قبل شهر رمضان كنت أرابط يوميا على أبواب المسجد الأقصى، يعني أنا أتعلم وأكمل دراسات عليا، أخذ كتبي وأخذ دفاتري وأدرس على أبواب المسجد الأقصى، عندما أشتاق إلى المسجد الأقصى وأشتم رائحة البركة أقف على الأبواب وأصلي على أبواب المسجد الأقصى، فكيف بشهر رمضان وكيف بصلاة التراويح، فأنا لا أبرح المسجد الأقصى ولا أبوابه، أصلي صلاة التراويح طبعا أكيد، أقوم بعمل الموائد الرمضانية، وأول مائدة رمضانية ستكون لنا، ومن هنا دعوة لأهلنا في الضفة في هذه الجمعة سيكون لنا مائدة رمضانية عند طريق المجاهدين تحديدا بالقرب من مئذنة الأصباط، هي المكان الذي اتخذته مكانا للرباط، هو المكان الوحيد الذي أستطيع أن أسترق السمع لصلاة التراويح، فسنقيم المائدة الرمضانية الأولى إن شاء الله يوم الجمعة لأهلنا في الضفة وأيضا لأهلنا في القدس، وفي كل جمعة لنا أيضا مائدة رمضانية على أبواب المسجد الأقصى. يعني إذا تتواجدين في أقرب نقطة تستطيعين الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، يعني ونشاهد أيضا من خلفنا توافد المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الظهر، يعني ربما هذه المشاهد هي صعبة بالنسبة لك، ولكن هذا التواجد أيضا مهم في المسجد الأقصى المبارك، يعني ما هي رسالتك ودعوتك لجميع من يستمع إلينا الآن وجميع من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى؟
الأقصى المبارك؟ يعني على الرغم من الإبعاد وقهره ومرارته، ولكنني عندما أرى الآلاف تدخل إلى المسجد الأقصى أفرح بأن القدس تتزين بأهلها، وأن المسجد الأقصى يتزين بأهله، وأنه يعاد له الطهر بعد أن كان قد دنس طيلة العام بسبب منع المسلمين من الدخول إلى المسجد الأقصى، ومنع أهلنا من الضفة، وأيضا أهلنا من الداخل الفلسطيني. فأكون سعيدة جدا، ومن هنا رسالتي لكل أهلنا، من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى من أهل القدس ومن أهل الضفة ومن أهل الداخل الفلسطيني فليرابط في المسجد الأقصى، لأن الاحتلال يمكر للمسجد الأقصى، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان، وخاصة في يوم 28 رمضان ينوي الاحتلال أن يقتحم المسجد الأقصى بأعداد كبيرة فيما يسمى يوم القدس، وقد حضر لذلك بمؤتمر تحضيري قبل رمضان بأسبوعين. فنحن أحق بهذا المكان أن نطهره وأن نملأه صلوات ودعاء، ونملأه بموائد إفطار وبعبادات داخل المسجد الأقصى. شكرا لتواجدك معنا في هذه النافذة، أتمنى أن لا يستمر هذا الإبعاد، وأن لا يكون أيضا تجديد له، وأن تكوني في رمضان العام القادم في باحات المسجد الأقصى المبارك وجميع المصلين. طبعا هذه الحلواني هي واحدة من عشرات المصلين الذين يمنعهم الاحتلال من دخول المسجد الأقصى المبارك بعد تسليمهم قرارات الإبعاد. نتحدث عن نساء وشبان فلسطينيين من مدينة القدس، يمنعهم الاحتلال دون أي ذريعة، فقط لتواجدهم وتوافدهم إلى المسجد الأقصى المبارك بشكل مستمر.